سلام، كيف نتوما؟ مزيانين، اموركم طيبه، كل شيء بخير؟ كيف ماشيين مع النهار ديالكم؟ كيف ماشيين مع سيدي رمضان؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ الوغ اجوردي سي لو 3 جور ديال رمضان، دونك في هذا لو فلوغ هذا غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات، كنتمنى انكم تستمتعوا معايا فيها. الا كملتوا لا فيديو حتى النهايه وعجبتكم الفكره ديالو، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو هذا لا فيديو مع اكبر عدد ديال الناس. كنبغي نشكر المتتبعين الاوفياء ديالي اللي بداو معايا من الصفر، شكرا بزاف على تشجيعاتكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على الحب الخالص ديالكم سواء الشخص ديالي او للفيديوهات اللي كنقدم على مستوى القناه ديالي، ومرحبا بالناس الجدد. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. هنا كيف ما كتشوفوا اختكم مازال خدامه، والخمسة د العشيه بالضبط الخمسة بيل ما غادي نتفك حتى غادي نخدم هاد دو فاكتور، غادي نطبعهم باش غادي ننزل كل فاتوره في الملف ديال شاك باسيون. عاد خصكم غادي ترتاح، من بعد غادي نلبس عليا، غادي نشبر التاكسي باش غادي نمشي مباشره للدار ونبارطاجي معكم الفطور ديال اليوم. اول حاجه غادي نبدا بها واللي هي تحليه السحور، غادي نحضر معكم الفلان كيكس ديال ماريا. كلشي كيعرف كيفاش يعمل الفلان، ولكن مع ذلك غادي نبارطاجي معكم المقادير ديالو اللي غادي نحتاجو فيه: يطرو ديال الحليب، دو ساشي ديال الفلان، 6 ديال المعالق ديال السكر مهم حسب الذوق، حيت كاين اللي كيبغي الفلان حلو كاين اللي كيبغيه نص نص. غادي نعملوها 3 ديال العناصر في هاد الطاوه هادي، غادي نحرك مزيان، غادي نبدا نحرك حتى يذوب السكر، من بعد غادي نعملو فوق النار. ملي غادي يبدا يغلي لي غادي نحسب 5 ديال الدقائق، غادي نحطو غادي نكبو في الطاوه، ومن بعد غادي نسف فيه الكيكه ديال ماريا. ثاني حاجه غادي ندوز نحضرها معكم مشاهدي الكرام واللي هي سلطه الفواكه. الوغ بالنسبه لهاد السلطه غادي نحتاجو فريسه، واحد البنانة، واحد اللتينه، وفاكهه التوت الازرق.
بالنسبه للفريسه والبنانه والتين غادي نقطعهم على شكل دوائر، الوغ كو فاكهه التوت الازرق غادي نخليها كيف ما هي. دونك غادي نعمل كل شيء في الطبسيل، ديك الساعه غادي نعمل فوق منهم شويه ديال السكر مع شويه ديال القرفه. ودابا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم الطبق ديال الفطور، واللي هو الفيليتي ديال الدجاج بالشوفلوغ مبخر. بزاف منكم غادي يسولني يا هند واش غادي تفرق الصيام ديالك نتينا بالفيليتي والشوفلوغ مبخر. الوغ اول حاجه كنا نهارو رزقو، ثاني حاجه انا اصلا في الاكل ديالي كيعجبني النوع، سو كيفي الحاجه اللي كليتها البارح ما نعاودش ناكلها غدا. مثلا البارح فرقت الصيام ديالي بالتشيشه اولا بالحريره اولا بالفتيوشات، راه ما يمكنليش غدا عاوتاني نفرق الصيام بالحساء عموما. صافي اتفقنا على هذه النقطه هذه. دونك غادي ندوزو مباشره باش غادي نوجد معكم هذا الطبق. هذا هنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو الفيليتي ديال الدجاج، غادي نعملو شويه ديال زيت المائده مع الفصوص ديال الثوم، غادي نخليه يتقلى في الطنجره الهوائيه ديالي. ملي غادي يطيب غادي ننزلو، غادي نعملو شويه ديال الملح مع شويه ديال الكمون، وغادي ندردر عليه شويه ديال القزبر، غادي نخلط كلشي مع بعض. غادي نعمل الماء في الطنجره كيف ما كتشوفوا، غادي نعمل فيه شويه ديال المليحه، غادي نغسل الشوفلوغ ديالي وغادي نزلو هنايا في الطنجره وغادي نخليه يطيب لمده 5 ديال الدقائق. المغرب ما باقي لا والو تأذن احبابي، دونك دابا غادي ندوز معكم لطريقه التقديم. بعد ما طاب الفيليتي ديالي ديال الدجاج والشوفلوغ، دونك غادي نقدمو في هذا الصحن هذا. غادي نصف اولا الفيليتي ديال الدجاج، من بعد غادي نزل الشوفلوغ وغادي نزينو بشويه ديال القزبر. دونك هذا الطبق هذا غادي نرافقو بالطبق ديال سلطه الفواكه اللي حضرت معكم من قبل. وهذا هو الفطور ديالي المتواضع، كنتمنى انه يعجبكم. صيام مقبول، فطور شهي.
ملي غادي نسالي الماكله غادي ندوز باش غادي نرتاح شويوش وغادي نتفرج المسلسل ديال المكتوب. من بعد ملي غادي تاكل العشاء غادي نتوضا ونصلي، غادي نقرا شويوش ديال الادعيه وغادي نقرا شويوش ديال القران، ونتلاقاكم جميعا في الفتره ديال السحور. ودابا جا وقت السحور احبابي، دونك هنا كيف ما كتشوفوا نزلت البواطه فيها عندي مادلين، غادي نعمل كويس ديال الحليب، غادي ننزل دانون، غادي ننزل فلان اللي بارطاجيت معكم المقادير ديالو في هذا الفيديو، وغادي نقي معكم هنايا ثلاثه ديال التمرات. دونك هاد ثلاثه ديال التمرات غادي نشربهم مع الكاس ديال الحليب، دانون غادي ناكلو مع واحد المادلينه ولا جوج، واخر حاجه غادي ناكل الفلان. من بعد ملي غادي نسالي السحور غادي نغسل هاد القشيعات هادي، وديك الساعه غادي نمشي نتوضا ونصلي ونجلس نسبح ونقرا شويه ديال القران، وبالتالي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فلوق جديد. تهلاو لي فراسكم، كنحمق عليكم، رمضانكم كريم، سلام عليكم.